خاف الكلب يا زلمه. بطل يمدح بطل يمدح. عبيد الجاس لك بس يا روح والله روح يا اخي انا زلمه بصلي موقف روح والله تكسب انا ما بخاف موخوف موخوف خلاص تاشو تاشو بس اخاف من كل عشان بصلي طبعا اصلا اخر الشارع تعال والله تكسب خلاص ايوه جمال يضل جمال بعدم عليه مسترع كبر هو ايش دخل زلام شمشم طلع شمشم ريحه خوف طلع اجى 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 طلع طلع شمشم بيتكم بيتكم ليش يا بيك عم بدي شو ليه ما ساعدته ايش ده ساعده شتم عليه ايش يجي عليك نمر يعني نمر قطع يجي عليك هذا رجع جيب لي رجع جيب لي راح نسوي في مقلب يا شباب على اساس تحدي اساس من البدايه تحدي بعدها راح نشوف شو راح نعمل فيه راح ابدع فيه ممكن يتسبسب ممكن يغلط راح احاول اطوط على صوته اوكي هو منزعج من هالمقالب انا راح اسوي فيه اصابا ان شاء الله يا رب تزبط معنا ونكمل يلا تعالوا معي يلا على التحدي يا صديقي وهذا هو عبد العظيم وهذا هو احمد اخي وهنا سوف نبدا التحدي خازوها يعني لك حطها بالكنزه مو احسن كنزه نسكن مالك او وش التحدي تحدي لك هدي لا كمل لي اياها هاي اخر شيء هدي اسحبها لحظة لك دخلة يا ابني دخلة واقف واقف لحظة لك لا تبايخ ولو اسحبها لحظة لك براس لك امك بقى وخلص لك لحظة لك عم نصور ولا تبايخ عم لحظة لك ارجع تتحشى لا تبايخ لك لحظة لك لحظة ايش صار عم بتبايخ عم بسحبها لك اسحبها لحظة غير ولا غير خلي من الحلال وقف طيب ام وقف بنلعب تحدي انت واحمد جنب بعض هيك تمام انا رح اعطيكم اللعبة وانتوا بدالكم رح تعملوه مين بيساوي اسرع يعني مين بيعمل حركة حاله يشيل الغلط انت شلون؟ وبعدها انا بدالكم بخسر فيكم انا بخسر بدالكم طيب لا ما بتصير نسكم كم كم لا كم ايه ده بس بيربي اذا مين اسرع بدي يكون في سرعه ما ادري بس جيب المحل هي المحل ما لك تمسح الدراسه هذيك انا بمسح انا طيب هي وينك تثبتها؟ شو عندك تحط لي تبيتي؟ شو عندك تحط لي تبيتي؟ مين اللي يسوونه؟ أنا وصلت. أجي معي. تحسن شو؟ بتنشق. كنزتك ما بتنشق. إذا انشقت والله العظيم لا شق. ثبت ثبت إذا أنت لا تحرك. لك لا تحكي لا تشق لا لا تخاف. ليش قلت هيك؟ حس بده يعمل ضغنة دالي حيوان انت ليش انت هيك؟ طلع ما تعمل شي شي ما ما كنزته كنزته لازم الجاكيت انا كان كنز سميكي ما بصير بنشاقي لا 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 ما تلبس فوق الجاكيت شوي لا خيو ما تلبس ما بصير والله ما بصير امشيك استنى شوي لا مش هترخي ايدك طلع شو رخي ايدك طلع شايف؟ احنا ما بيحسن يعمل هيك بده يكون سابق ايدك لا كنزته جربانه طبعا لشخاخين كنزته لا تسب لك حيوان لا تسب شدك عرس لا تسب لا تسب انا بصور بربي اذا بتعملوا ضغنة داري لك انت ليش عم تسب والله لا يصير في زعل هيك وزقتوني فيه طلع شو طب بشرفك ما نصور يا شوف هذا ولد منغولي لسانه طويل لا تواخذونا لك حاط حاطني فيها لك الله نظام تعمل هو انت بيد لك جيب جاكيتك ايش لازم؟ ايش اسميك؟
ايه امور مو واقف عصادا يعني عم تعمل مقلب لك بقلب ايش يا زلمه عم تضعقني يا رجل مو واقف تعال هون اذا بتمد ايدك لك بدها بدي لا لا خلي تعال وقف هون لو مشان الله يا زلمه لسه كنا شو بتبايخ وقف هون ايوه بالنص ايوه وتشكله هون مشان تجوا على الطاوله هاي بيجا ما هي زي فيها لك وقف لا خلي خلص لا خلصني بتخلك دقنك بوحدة وحدة وش على رأي شعر استحكمني لأني هاي محطوطة بنت بنا استحكمني لا بس انت عم تعصبني يعني انت هيك عم تحكي معي انا بدالك بسكوت اسكوت طلع تشكرني اسكوت انت وضعك ما بسمع لك تاكل هوا ماشي اسكوت خلص سكتت ليش يعني انا البس هاي هو ما يلبس جاكيت هذا بس اضرب منك هاي كبيرة صغيرة إلي إلي صغيرة صغيرة لك أم أم لا خد هيك قرب قرب لهون قرب لهون قرب لهون لا لا هو جنب بعض تكون قرب فعلي فعلي هاي مرة أنت لازم تكون هون عمو أنت سبي خد 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 العصايتك أحمد جيبه لا تقلت أعطيني كان ساوس إيدك لا ايش ايفون ايفون هدي هدي اخر على الخر يعني اطي ابوه اطي ابوه والله على الصواني هذه ساعه ارفع بنطلوني ارفع بنطلون لك ارفعني يا حي خليه اصلا مزح انا ليه ما هلا بضرب راس واحد هلا بضرب هلا بضرب راس واحد لا تاخذ من الجزر تاخذ من الجزر هلا اتخذ 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 الجزر اتخذ يا عم بنيتوا بعض هلا بنيتوا بعض لا لا احنا كسر الضغط مش العار مسحنا شوي وخلص ليش دخلني يا عرس بس لا حلوة شو شلحك بنطلونك؟ لا ما شلحني شده شده لا تضربه بالكرسي لا تضربه بالكرسي اسا يا اسا ايش في ايش فيك خايف على حالك كل الأرض يعني؟ ها؟ كل الأرض خايف هيك حتى ريبطه؟ سمعت الصوت بس حتى سماعات عم تفرج على الفيلم بندوق ريبطه ربطه أبدية خرب بيته عليك ربطه يا زلمة أقول يا شباب وصبايا لايك للفيديو ولا تنسوا تشتركوا في القناة والكل يا شباب اكتبوا لي بالكومنتات شو عندكم أفكار مقالب واللي ما شاف مقلب مبارح راه نص عمره مقلب كان بجنن عن جد يا شباب مقلب نعلق مقلب بجنن اخواتي راح أحط لكم الرابط بالوصف أو بتشوفوا الفيديو هون تحياتي لكم السلام عليكم